أنا أنت نحن كلنا مع بعض لبعض. ما هي الفاصلة بين هذه الكلمات؟ ما هو ليس واقعيا كشعار فقط أو إنه واقعي؟ وما مقدار تلك الفاصلة؟ لماذا نحن نكون بلا انتباه وتدبر ولا نتحمل المسؤولية من جهة من يحيطون بنا؟ وإلى متى نغلق أبصارنا عن الكثير من المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الناس؟ أو نرى ذلك ولا نعمل بوظائفنا الدينية والاجتماعية والأخلاقية؟ نعم، لا نعمل لهم شيئا. لماذا؟ أنا شيعي رسولي رسول الرحمة والإنسانية صلى الله عليه وآله يقول: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كمن عبد الله دهره.